أعتقد أن الملك تشارلز يعاني من صراع داخلي ولا يرغب في إبعاد ابنه، لكن دوره كملك وكرأس للدولة يحتم عليه ذلك. إنه في موقف لا يحسد عليه. ورغم أن تحجيم دور الأمير هاري تم بموافقة الملكة الراحلة، فإن توقعات عديدة تشير إلى أن الملك الجديد سيسير على نفس خطى أمه ويستمر في إبعاد ابنه الأصغر عن مهامه الملكية، بل يحرمه أيضاً من القليل الذي بقي له، خصوصاً بعد كتاب هاري البديل الذي فتح النار على كل أفراد العائلة المالكة وكشف عن خلافات وأحداث لم يكن أحد يتصور أن تتسرب إلى خارج جدران القصور الملكية أو أن يعلم بها العامة. Both of them resented the fact that their mother had been made unhappy. كلا الابنين استاء من حقيقة أن أمه لم تكن سعيدة مع تشارلز، وكان من الصعب عليهما في البداية قبول زوجة الأب. بعد زواج تشارلز وكاميلا عام 2005 تقبل الأمير ويليام ذلك بشكل أو بآخر، لكن الأمير هاري لم يتقبل ذلك. في كتابه البديل أعرب عن استيائه الشديد بشأن كاميلا واستيائه لما حدث لأمه وعدم رضاه عن ذلك، كما أشار إلى كاميلا بصفات فظة ومؤلمة، وكان من الواضح أنه يلومها على كل شيء، وهذا مفهوم لأنه شاهد ما حدث عند وفاة والدته عندما كان في 12 من عمره، وهذا الألم ما زال يصاحبه وربما سيبقى معه. ويليام أصلح الماضي مع الحاضر وتقبل مصيره في الحياة كوريث للعرش وتبوأ مكانه في ولاية العرش، الملك ثم هو ثم أبناؤه الثلاثة. إذن فقد اتخذ كل من الابنين طريقين مختلفين واختلفا أكثر، وهذا جزء من المأساة أيضا، ولكن حتى مع العائلات العادية قد يحدث هذا أيضاً.